بقول لك شغلي بكل صراحة، أنه تحكينا الشيخ بهاء الحريري هاللي كان من الداعمين الأول وكان همه أنه الشباب اللبناني يقدروا يحضروا باسكتبول من دون مقابل، وكان همه أنه هالشباب اللبناني يتحافظ عليه يضل عندهم أمل. وقام أنه يمكن في أزمة الكهرباء والإشتراكية، كان في أزمة الكهرباء، كان في فيتين، كان في ثورة، كان في مشاكل كتيرة. وهون كان عم يشدد الشيخ بهاء انه لا، لازم نضل واقفين هالشباب، نعطيهم امل، نعطيهم مجال يرفعوا عن حالهم. وهون نحن متشكر الشيخ بهاء على الدعم اللي قدموه. النادي الرياضي فاز بطولة وصل، منتخباتنا فازت ببطولة العرب، عندنا ثلاث منتخبات اهلوا على كأس العالم، وبناتنا عم يشاركوا بطولة اسيا. هذا شيء نتصور أول مرة بصير بتاريخ كرة السلة اللبنانية. يعني هذا مشروع نحكى فيه مشان الفاينل فور أو الفاينلز، مشان نقدر نخلي المغتربين اللبنانيين، الجاليات اللبنانية بالخليج أو بغير محل يشاركوا الفرحة تبع كرة السلة اللبنانية. إن شاء الله خير. لا هو حقه أستاذ فيصل يتشكى يرفع دعوة بالبط إذا بيحب، لكن كمان في طريقة معينة بيقدر يقدم شكوى بوصلة الاتحاد اللبناني أو بيوقف اللاعب وبيبلغ الاتحاد اللبناني بالعقوبة، ساعتها الاتحاد بيطبقها. هيدي طويلة بدها حلقة كاملة مش باختصار لو 30 سنة. ان شاء الله خير. في مشاركة المنتخب بعدد من الدورات، واحدة بأبو ظبي وان شاء الله واحدة بالصين، وفي يمكن يصير مباريتين هون على ارض لبنان يجوا منتخبات يلعبوا هون. عم اليوم المشروع، يعني هذا الأمضى اللي صار مع اتفاق الرعاية مع الفيزا، هو اتفاق مشان ينعمل فاندريزينج للمنتخب. هون بدعي اللبنانيين ان كان بقى بلبنان او المغتربين حتى يقدروا اذا بيحبوا يدعموا منتخب بلدهم اللي هو بيمثل كل لبنان، يعني اذا بيحبوا يقدموا شيء للمنتخب اهلا وسهلا فيه. يعطيكم الف عافيه، كملوا هيك، وانا هالشراكه ان شاء الله بتستمر لمدى طويل.